A few moments later. مو حالا خلاص دخت يا شباب بليز شباب 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 هذا ممكن 10 ريال هذا 10 ريال لكم شباب 10 ريال ريحة زيادة داخل باص لازم شاور بنركب سمسم هذا عشان لأن ريحة خلاص كله نفر موت معلوم بيا حبيبي لازم شاور ركب سمسم هذا خلاص معلوم لأنه موت كله نفر هنا أكسجين ما في What the fuck إبليز ريحة قوي ريحة زيادة أيوة جيب هذا جيب السلام عليكم هذا ميكروفون الحين شباب لازم كله نفر سوي شاور إبليز شاور شباب كل يوم every day أنت شغل 12 hour day shift 6 to 6 إبليز شاور شباب إبليز Oh my god Wow أوكي ما في شاور ما في يجي داخل باص أيوة ركب ركب شكرا A few moments later مشكلة وين؟ طبعا شباب مسمع فسه في الباص عدمنا عدام عدمنا احنا نتكلم عن الموضوع اجين اجين حبيبي بس ما ليش انا اخو حق انت صغير صح؟ انت يجي صبح الساعة 6 بس انت يشرب شاي ما في مشكلة بس ما ليش ركب بس خربان انت علي صح لو صاخ شيلوهم بعد هذا فرشة حق بس انت كوب شاي هذا انا عندي موية ما في كسل مشان هذا ندفة ما في مشكلة مكنسة فيه بس كيف انا ندف سيارة انت في معلوم نعم ايه واسبحوا قل لهم شغلت سيارة تويوتا الجديدة وإنا إلى ربنا لمنقلبون سيارة لدانا وصل إن شاء الله يلا نروح